اجمل الحيوانات الغريبه التي يمكنك امتلاكها هل تريد ان تمتلك حيوانا اليفا اخر بدلا من تلك الحيوانات المعتاده وهل تتطلع للخروج في نزهه صباحيه كل يوم مع حيوان اليف لكن يكون غير مالوف للناس حسنا يمكنك ان تتحدى المهمه وتختار النمر البنغال مثل مايك تايسون او ان تختار هذا القط البري كامل النمو الذي ربما لا تستطيع اصطحابه في بعض الاماكن وهذا ما نتناوله اليوم في هذا المقطع حيث سنقدم لكم الحيوانات الغريبه التي أخذها بعض الأشخاص كحيوانات أليفة مثل الشينشيلا المرحة أو الثعلب وربما حتى البرص أو بعض القوارض بحجم الكلب مثل الكابيبارا الأسترالية ومع قليل من البحث توصلنا إلى أنه يمكن لتلك الحيوانات الرائعة أن تصبح حيوانك الأليف بشكل واقعي لذا إذا كنت تتطلع إلى بعض من تلك الحيوانات غير العادية فابق معنا وشاهد هذا الفيديو حتى النهاية لكن في البداية اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا بالقناة لمزيد من المقاطع المقبلة. 10. كابيبارا من النظرة الأولى ربما ستخلط بين خنزير غينيا الكبير وستكون على حق وكابيبارا في أمريكا الجنوبية وهذا الحيوان واحد من أكبر القوارض في العالم حيث يصل وزنه إلى 140 رطلا ولا داعي للقلق من أن يحتاج إلى قفص كبير لأن الكابيبارا حيوانات برمائية فهذا الحيوان من قائمتك اليوم من الحيوانات التي تبحث عن المياه فربما ستجدها في حمام السباحة الخاص بك على أي حال إنه حيوان لطيف ورائع جدا يمكن أن يكون حيوانك الأليف الكابيبارا من الحيوانات الاجتماعية اللطيفة لذلك إذا كنت تخطط لامتلاك واحد من هذه الحيوانات فمن الأفضل إفساح المجال لزوجين من تلك القوارض وامتلاك هذه الحيوانات قانوني فقط بعض التصريحات وترخيص منفصل للانتقال من بلدان لأخرى وعلى الرغم من ذلك فهذه الحيوانات اللطيفة تستحق هذا العمل الورقي لامتلاكها 9. نمر البنغال لا يمكننا جميعا ان نتبنى نمر البنغال الملكي مثل مايك تايسون لكن على الارجح فان معظم محبي القطط سيحبون ويفضلون الاستقرار على هذا الحيوان البري حيث يمكن تدريبه على كثير من الاعمال بشكل مبكر اعتادت القطط الافريقيه متوسطه الحجم على المناخ الدافئ والاماكن المفتوحه وبالنسبه للذين يريدون امتلاك حيوانات بريه مثل هذا فهذا يعني انك ستحتاج الى قدر كاف من المساحه الخاصه بك لامتلاك قط اليف كهذا وتتطلب هذه الحيوانات الكثير من التمرينات اليوميه وهي عاده تحب اللعب لذلك فالحديقة الواسعة أفضل عندما تمتلك حيوانا مثل هذا ثمانية الثعلب ربما تعتقد أن الثعالب لا تكون لطيفة لكن نقدم لك اليوم ألفينغ أو ما يسمى بثعلب الصحراء التي هي بالتأكيد رائعة للغاية تأتي هذه الثعالب من القارة الأفريقية وهي تعتبر أصغر سلالة ثعالب في العالم ويصل وزنها إلى حوالي أربعة أرطال عند نموها بشكل كامل ولكن حجم هذين الاذنين غير متوافق تماما مع هذا الجسم الصغير ربما يختلط عليك الامر هل هذا قط او كلب فربما يكون فنكا له ايضا اربع اقدام صغيره، ويمكن وصف سلوك هذا الفنك بمزيج من سلوكيات الكلاب والقطط، فعاده تكون مرحه وحيويه مثل الكلاب ومستقله مثل القطط، لذلك من الجيد تركه بمفرده في المنزل، وما يميزهم عن غيرهم انهم لا يفضلون العاب الكلاب والقطط، ويمكن لهذا الحيوان الرائع ان يصل لسن 15 عاما، ومن القانوني امتلاكه في معظم بلدان امريكا باستثناء بعض الولايات، ربما انت تفكر الان في امتلاك مثل هذا الحيوان اللطيف. 7. السلاحف على الرغم من صعوبة رعاية تلك السلاحف الصندوقية لكنها من الزواحف اللطيفة والخطيرة على المدى الطويل هذه الحيوانات يحملون منازلهم على ظهورهم ويمكن لهذا النوع أن يعيش لمدة تصل إلى خمسين عاماً قد يبدو هذا غريبا بالنسبة للحيوانات الأليفة المنزلية إلا أنه مثير للدهشة ويمكننا أن نتعرف على جوناثان، أقدم سلحفاة في العالم يبلغ عمرها 189 عاما ويوجد أنواع أخرى من السلاحف مثل تلك التي تغوص في المياه من وقت لآخر للترطيب وتبريد جسدها لكن هذا لا يجعلهم بالضروره سباحين مهره ففي الواقع يوجد بعض السلاحف البريه لا تستطيع القيام بذلك هذه السلاحف الصندوقيه لديها مناقير حاده وجسم خشن ومتقشر ومخالب مدببه صغيره الا انها حيوان اليف لطيف للغايه 6 الشينشيلا الشينشيلا جنس من القوارض ذات حجم مشابه للأرانب، تعتبر من ألطف الحيوانات الأليفة المنزلية، وعلى الجانب الأكثر غرابة، فإن شينشيلا أمريكا الجنوبية تعتبر من أكثر القوارض اللطيفة والرائعة حيث يمكن تدريبها على القيام بالكثير من الأعمال وهذه القوارض ليست خطيرة، وهي حيوانات نشيطة للغاية تحب الركض واللعب. فامتلاك شنشيلا سيكسر عنك الملل ويبقي هؤلاء الصغار مشغولين. لديها أذن كبيرة وذيل متوسط الطول. إنها حقا من ألطف الحيوانات التي يمكنك امتلاكها خمسة السنجاب كلودور السكر هل تساءلت يوما عن شعور امتلاك سنجاب طائر؟ إذا يجب عليك امتلاك هذا الحيوان الرائع والمدهش للغاية الذي يبدو كالطائرة الشراعية فهذا النوع من السناجب يعتبر ثاني ألطف شيء يمكن امتلاكه ويحب الكثيرون النظر لتلك العيون الرائعة هذه الحيوانات تنتمي لعائلة الجرابيات التي ينتمي إليها أيضا الكنغر. تعتني الأم بالصغار حتى يبلغوا من العمر ما يكفي للطيران بمعنى أن يسير كل منهم بمفرده ويطلق عليهم كلودر السكر وأتساءل عن سبب التسمية ربما لأن تلك الحيوانات تحب كل شيء حلو خاصة الفواكه والخضروات الطازجة وهذا رائع للغاية بالنسبة للمواطنين الاستراليين الذين يحبون اللعب مع تلك الحيوانات ويقدمون لهم الرعاية الكافية فيمكن أن يمتلكوها بجانب الحيوانات الأخرى 4. كينكاجو كنكاجو من الحيوانات الذهبيه الصغيره تنتمي لعائله الدببه ذات اللون العسلي البني وموطنها الاصلي في الغابات المطيره واصبح امتلاكها كحيوان اليف متزايدا جدا خاصه عند المشاهير مثل هيلتون بجانب السنجاب الصغير الطائر الذي قد تحدثنا عنه لكن على أي حال ليس الاغنياء فقط هم من يستطيعون امتلاك مثل هذه الحيوانات الرائعه واللطيفه للغايه فعليك عند اختيار الكنكاجو كحيوان اليف لا ينبغي عليك الاستخفاف به لانه يمكن ان يذهب للاشياء ويحدث فوضى كبيره ثلاثه ابو بريس ابو بريس ذو الجسم المتقشر واحد من انواع الزواحف لكنه حيوان لطيف للغايه على الرغم من النظام الغذائي المفضل له وهو الصراصير وبعض الديدان هذا الحيوان يتميز بابتسامه جميله وهو صغير للغايه فقط انظر اليه الشيء الوحيد المؤكد هو أن أبو بريس هذا واحد من أفضل الزواحف التي يمكنك امتلاكها كحيوان أليف. فقط هي تحتاج للقليل من الرعاية وسلوكيات هذا الحيوان في العام مضحكة للغاية، وهذا يجعل هذه الأبراص تحظى بشعبية كبيرة كحيوانات أليفة. فهو حيوان رائع وممتاز بالنسبة للكبار. حان الآن صورة مشترك اليوم فقد طلبنا من مشتركينا أن يرسلوا صورهم لأجمل الحيوانات الغريبة وقد أرسلت لنا هذه الصورة اليوم أنت أيضا تستطيع أن ترسل إلينا صور حيوانات لتتساءل عن أصل هذه الصور هذه الصورة لقرد صغير للغاية معلق بإصبع بشري واتضح لنا أنه قرد صغير جدا وعلى ما يبدو أنه الأصغر في العالم حيث يبلغ وزنه 100 غرام فقط هذه القروض الصغيرة بالتأكيد هي الأفضل وعلى الرغم من ذلك فإنه غير قانوني أن تمتلكه في كثير من بلدان العالم اثنان القرد الكابوشي القرد الكابوشي اللطيف من القرود التي عادة ما تظهر في الأفلام والتلفاز تشتهر بصغر حجمها وموقعها المؤذي والمرعب حيث تتسلق عاليا هل تتذكر قرد جاك وقرصنة وقراصنة الكاريبي؟ على أي حال فإنهم يتمتعون بذكاء إقليمي للغاية ويصل عمرهم حتى أربعين عاما تستهلك الكثير من الحفاضات حتى تستطيع تعليم قردك استخدام المرحاض. قبل أن نكشف رقم واحد تأكدوا من الاطلاع على مقاطع الفيديو الرائعة الأخرى على قناتنا ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لمزيد من تلك المقاطع. واحد السلطعون الناسك إذا كان تعريفك للحيوان الأليف أن يكون رقيقا ولطيفا فربما لا تكون الزواحف تحت الماء أول ما يتبادر إلى ذهنك معنا هنا حيوان صغير يمكن أن يجعل حوض السمك الخاص بك غير لطيف بالمرة تمتلك هذه الحيوانات عيونا منتفخة ملائمة لشخصيتها المتميزة وعلى عكس الكثير من السرطانات يمتلك الناسك بطنا ناعمة صغيرة تحميها بشكل رائع وتعيش في قوقعة حلزونية فارغة ينمو هذا السلطعون في الحجم لذلك يجب على صاحبه ان يوفر مساحه اكبر تتماشى مع حجم هذا المخلوق على مدى حياته وهذا ما يصنع رابطه خاصه للغايه بين مقدم الرعايه وهذا الحيوان